ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح العسل وصباح السكر وصباح الهنا وصباح الكركبه وصباح الحاجات دي كلها. بصوا بقى، انا النهارده يعني عارفين اللي هو ايه، ما انتهى، ما عملتش حاجات. عندي اكل بايت من امبارح، وعندي اكل في الفريزر قلت اطلعه وسخنه. عندي بقى شويه كركبه كده، عارفه انت ما يعني عايزه اقول لك ان ده الحاجه اليوميه اللي احنا بنعملها اول ما بنقوم من النوم. يعني ده الروتين اليومي اللي انت اول ما بتقومي من النوم بتقعدي تلف هنا تلف هنا تلف هنا كده يعني. فالمهم لقيت الدرج ده مليان كركبه، والتسريحه دي مليانه حاجات، انا مش عارفه الحاجات دي كلها بتاعت ايه. فقلت ايه بقى قلت كده ظبطها وايه واروقها. وانا قاعده نانو ده فكيت الدرج اديته لنانو، اتنفرته لي كده ولمعته لي على السريع، وقعدت بقى ارص ايه الحاجات اللي ليها لازمه واللي مش ليها لازمه ارميها، عشان ايه الكركبه بتبقى وحشه قوي، كل حاجه كده عينها مكانها. وبعدين بقى ايه قعدت ابص على التليفون بتاعي مشغله حاجات بقى ايه، والسلك في ودني، وانا قاعده قلت اتسلى شويه اسمع اي حاجه كده تسليني وانا شغاله. وقعدت بقى كده ايه اعمل الحاجه دي واظبطها. نادين كانت لسه نايمه لما صحت، سبت لها بقيه الاوضه تعملها هي. عايزه اقول لك ان يعني لولا ان انا بعمل الحاجات دي يوم بيوم هتلاقي الدنيا كركبت عليا قوي. يعني عشان انا امبارح كنت منتخه قوي بصراحه، وخرجت اتدلعت واتعشيت بره ومش عارفه ايه، فشوفوا التسريحه عملت ازاي والبيت مكركب شويه. لكن انا في العادي كل يوم اقوم كده نشيك على البيت، كلنا كده لازم تقومي تلفي اللفه بتاعتنا بتاعت اليوميه دي، اللي هي الحاجه اللي مش معدوله تعدليها، السرير مش عارفه ايه، ده جهاز استشوار شعري كده يعني حطيته في التسريحه، حزام، اي حاجه بلاقيها بحطها مكانها، واللي ملوش مكان بشيله، سلك شاحن، انت عارفين يعني. الدرج التاني بقى المفتوح ده، ده الميك اب كله بتاع نادين عامه مش بتاعي، بس قلت ارصهولها كده واسيبهولها. انا ساعات برضو بقى يعني اسرق لي كده قلم روج منها كده يعني قلت اظبطه كده واسويه وارتبه، وهي لازم عشان احنا خارجين او هي خرجت تبهدل لنا الدنيا كده، بنات اخر زمن. المهم بقى قعدت كده اظبط الحاجات لوحدها والروجات لوحدها والمش عارفه ايه الحاجات لوحدها، وقلت يعني هو انا قاعده اتسلى كده مفيش ورايا حاجه النهارده، عندي اكل جاهز. عارفه انت لما تكوني مش وراكي حاجه فبتبقي قاعده تدوري على اي حاجه تعمليها، وانا ما بحبش بصراحه اقعد على السرير كتير، عشان انا لما بقعد على السرير كتير اكسل بقيه اليوم، فبقوم اعمل اي حاجه يعني. فامبارح كنت خارجه واتغدينا بره، هو كان عشاء مش غدا، بس كناش اتغدينا اصلا، ف يعني ايه عندي اكل من بالليل، وكان عندي في الفريزر محشي كده يعني. خلاص كده بحاول اهو، خلاص خلصت الادراج، ما عادش الا التسريحه من فوق، الحاجه برضو اللي ملهاش لازمه برميها، والحاجه اللي كده بسيبها. دي بقى العلبه بتاعت الاكسسوارات بتاعت نشوه خاتم بقى، اسوره، سلسله، انا احب الحاجات دي قوي، انا احبها جدا. وقلت كده الجلانس ده لمع كده بسرعه على السريع على السريع، والمناديل جنبي مش هتاخد وقت، خلاص بختين كده وخلاص التسريحه اتظبطت وبقت زي الفل. اهو بخيت من فوق كمان على المرايه بمنديل بقى او بورق جرنون، يا سلام، او بفوطه لو انت عندك فوطه حلوه برضو عادي. انا حطيت بس المصحف بس كده بعيد عن التسريحه والمرايه وكده، والمبخره وبتاعت كده يعني بتاعت الودان والحاجات دي، وزبت زيت برفان واحده بس، والباقي عينته في الدرج. وما اخدتش معايا حاجات كتير يعني، هنا ما فيش حاجات كتير، عارفة اما تبقي حاجة بسيطة بحاجة بسيطة. عارفة احنا لو كل يوم نسوي درج هتلاقي الدنيا عندك بدأت تروق. بصوا دي الشنطة بتاعتي كنت انا خارجة بيها امبارح، فقلت ارجعها كده بقى مكانها، عندي دي الدرفة دي اللي بحط فيها الشنط تحت، كم شنطة كده جايباهم معايا، فبرصهم كده جنب بعض عشان يبقوا قريبين كده مع بعض. عندي بقى الدرج الدرفتين دول اللي بطبق فيهم الهدوم متبهدلين. نادين بنتي يعني ربنا يحميها لما تيجي تلمي الغسيل تحط لي اي حاجة في اي حاجة، البناطيل على التيشيرتات على العبايات على بصوا يعني ايه سمك لبن تمر هندي. فقلت بقى ايه اظبط كده الهدوم البيت لوحدها والبناطيل الخروج لوحدها والحاجات دي. بصوا البروفه الاحمر والبروفه الاصفر دول الحاجات دي انا يعتبر انا بنام بيهم الحاجات يعني، في البرد كده بلبس بروفر على بنطلون على الروب على اي حاجه كده في البرد ده. مع ان عايزه اقول لكم ان الشقه هنا دافئه جدا عن شقتي، لان شقتي على اراضي زراعيه بجميع الاتجاهات، لكن الشقه وبعدين شقتي كبيره جدا، لكن دي زغنطوطه قوي 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 الشقه، على فكره الشقه دي زغنطوطه قوي، هي مش باينه في التصوير بس هي صغيره، ففيها دفى كده، ف يعني ايه مش حاسه فيها ببرد زي الشقه التانية. كويس يعني، لان اليومين دول برد جدا عند الناس كلها. ايوه عندي برد بس مش قوي يعني. وهدوم بقى كده بتيشرتات حاجات من دي بطبقها واحطهم واظبطهم كده، واظبط الدولاب عشان لما عاوزه اجيب حاجه
اجيبها، مع ان الدولاب ده 24 ساعه بيتظبط. لا ولا كله كوم بقى ودولاب عالي، مش عارفه عالي عشان يلبس تيشيرت يوقع لي الدولاب كله، ما اعرفش ليه. مش عارفه انتوا عندكم برضو كل مشكله الدولاب. طلعت كده ملايه جديده وقلت عشان نفرش بقى، غير ملايه السرير ونفرش بقى مفرش جديد وملايه جديده. جيت بقى هنا عشان افرش السرير، نادين قالت لا يا ماما خلاص خروجي انت اعملي حاجه تانية وانا هفرش انا السرير. قلت طب الحمد لله كويس ان ايه ان نادين ايه صحت بقى تساعدني. عارفه انت اللي بتتلكك، لميت بقى الاكياس بتاعتي بقى والحاجات اللي انا لميت فيها الزباله والحاجات دي، واخرج بقى بره اقعد بقى ايه اشوف ورايا حاجه تانية في الشقه، ورايا حاجه تانية في الصاله، يعني مش هقعد بقى لان لو فضلت قاعده هكسل. اي نعم انا عندي اكل جاهز ومش ورايا حاجه النهارده اعملها، بس برضو لو قعدت هكسل. ولازم طبعا احنا كلنا ده الروتين اليومي بتاعنا اللي احنا لازم نلف على الشقه كلها، اي حاجه مكانها اي حاجه مش موجوده. وانا امبارح كنت خارجه لما جيت من الخروجه بتاعتي جبت الكوتشات بتاعتي كلها بتاعتي انا والولاد، لان كان الجو في الشارع صعب جدا وميه ومش عارفه وايه، فجبت الكوتشيات بتاعتنا كلنا وغسلتهم في الحوض وحطيتهم على سور البلكونه بالليل. عارفه اقول لك حاجه بسيطه زي دي وانا لسه جايه من مشوار ومش عارفه ايه، غسلتهم وحطيتهم ينشفوا مش هتاخدوا وقت، لكن حاجه على حاجه بتتكركب عليا. والمطبخ طبعا عشان انا ما طبختش امبارح، ما فيش فيه حاجات كتير الا حاجات بسيطه، طبق وكوبايه طبق البهارات كده بس، عشان كنت انا عامله اخر مره طبخت فيها كان تحت الخير، فطقم البهارات طبعا بقى اتبهدل حواليا وكده، فقعدت نظفته ولمعته كده من بره. وعندي الملح، عايزه افضي الملح، وجايبه هنا الاكياس. الله اكبر الله اكبر. عايزه افضي بقى الاكياس الفلفل والكمون والحاجات دي عشان ايه ارجعهم مكانهم كده وابقى انا خلصت اللي ورايا، لان لو سبتهم في الكيسه انتوا عارفين نشوه لا هيفضلوا في الكيسه لحد ما يخلصوا والله. فقلت بالمره وانا واقفه كده افضيهم وانا واقفه. خلاص كده طعم البهارات ده حلو جدا والله، منظم كده وجميل. نادين بقى كده قالت لي ماما انا بغير انا ملايه السرير، قلت لها طب يا حبيبتي كملي ربنا يعينك. ولمعت بقى الدنيا، المناديل دي حلوه قوي، حطها جنب كده هنا اللي هي بتتغسل بس انا بغسلهاش يعني، بس حلو. وبعدين بقى الكبه مكانها وطلع الكاتل مكانه ولمع كده الارض، الدنيا الحمد لله زي الفل اهي. تلميعه بسيطه كده على السريع ورجع الصواني مكانها وخلاص لمعت الارض. بصوا بقى دول كده احنا بنسميه كليم، حد عارفه؟ والله كان واحد بيعدي الصبح كده بينادي مش عارفه السجاد المشايات، قلت طيب بصوا البوتاجاز بيلمع ايه زي الفل ازاي. قلت بقى ايه ما جبت الاقي جايب اربعه، جبت اربعه ب 120 جنيه فبس. هو ايه لا هو الاربعه ب 130 جنيه، هو كان المفروض 120 بس هو قال لي لا عشان اروح ومش عارفه ايه فجبتهم. حلوين والله، اهم بيدفوا كده الارض بدل ما احنا ماشيين على البلاط او كده يدفوا. فرشت واحده في المطبخ وواحده في الصاله وقلت هفرش واحده هنا في البلكونه. بصوا دي كنت عايزه افرشها في البلكونه بس لقيتها تقيله كده تستحمل الميه اللي من قدام المطبخ والحمام فشلتها. هسيب دي احطها في قدام الحمام وافرش دي هنا حتى لون الكنبه كده. والله حلوه متدفينا بدف رجلينا يعني. طبعا هي موديل قديم وكده بس لا قديم بقى ولا بتاع او اي حاجه كده جميله. والله انا بحبهم، انا عندي جايبه منهم في الشقه حطاهم في المطبخ في شقتي وجايبه منهم هنا. شويه بقى كركبه في البلكونه مش عارفه ايه حاجات من دي. الكنبه دي اللي هي الكنبه السرير بقى عايزه اقفلها كده عشان هي اخده مكان ومحدش بيقعد عليها هنا خالص غير القطط. في هنا كام قطه عاملينها اوضه النوم بتاعتهم. اي أيوة والله. ولمت بقى كده الاكياس دي، ده اكياس كده احطها تحت في الجنينه، كيس رمل كده احطه في الجنينه ومنزل نرميه. رجع كده كل حاجه مكانها. وعايزه عين الشعله دي اللي انا كنت عامله فيها تحدي الخير حطيتها على الكنبه اللي جوه، يعني ايه بنحاول كده تنظيم تنظيم بس مفيش حاجه نعملها. بصوا بقى ده المحشي اللي انا كنت مطلعه من الفريزر، اول ما سحبت منه طلعته حطيته فوق الثلاجه كده وبعدين قلت ايه اسخنه. كان عندي الاكل اللي انا جايباه من امبارح لان كنا متعشيين بقى اكل جاهز وكده، فجبته معايا اكل كتير فايض، فانا يعني ما برميش حاجات من دي بصراحه، الاكل ده ما برموش، باخده معايا دليفري يعني تليفري ايه تيكاوي، واسخنه بقى تاني يوم اسخنه على العشاء كده. انا ده المحشي بقى والبطه، كان عندي ورك بطه كده وده المحشي، احطه كده كلهم في الصينيه وادخلهم الفرن ايه اسخنهم كلهم مع بعض. ودي كذا قطعه فراخ بروست، ما شاء الله الاكل كتير يعني. فقلت بقى هطبخ ايه، خلاص انا عندي وده طبقين مكرونه نجرسكو وبطاطس والحياه حلوه كده، فحرام الاكل ده كله واطبخ تاني، لا حلو او زي الفل. بصوا وليمه ولعت الفرن بس الفرن عمل دخان جامد فمش عارفه ده كان ايه، شايفه الدخان ده فالدخان عمال يزيد. المهم ايه كان عندي جايبه كده كام طبق رز برضو، كان كل ده العشاء بتاع امبارح. كان علي بصراحه طلب لنا اكل كتير صراحه ربنا يخليه يا رب.
يعني صارف ومكلف يا علي. اضغطي لايك بقى عشان علي صارف ومكلف حضرتك. المهم بقى، فعملت ده الرز اللي كان جايباه من المطعم وانا جايه، حطيت عليه شويه زيت صغنطتين كده، ووطي عليه النار يتدفى كده عشان الاكل يبقى سخن. الدخان ده كان من الصاجه بتاعه الفرن، الصاجه بتاعه الفرن تقريبا كان نزل عليها زيت حاجه فدخن جامد قوي، فقمت شايلاها وقلت بالمره وهي سخنه كده احط عليها باور. والله انا عندي منظف جميل في البيت، بس ايه يلا بقى اجيبه المره الجايه وانا جايه. وهو سخن كده قعدت ايه نظفته كده بالسلكه اللي هي الخشنه دي وخليته زي الفل. يعني ايه بقى حاجات بسيطه زي دي، وانا مفيش ورايا حاجه اعملها، مش مشكله يلا ما نقولش لا نعملها. يعني خلاص كده خليت الصاجه حلوه الحمد لله، بعد ما كانت الرخامه والله زي الفل اتعكت تاني، قلت يلا مش مشكله عشان الدخان ده. الم بقى الرخامه والم الدنيا دي اللي حواليا كده عشان يبقى خلاص كده المطبخ نظيف وتبقى الدنيا زي الفل. ونادين بتظبط الاوضه بتاعتها وبتظبط الاوضه بتاعتي، انا عملت التسريحه وهي كملت هي بقى ايه الفرش الملايات وفرش السرير وكده. اهو بلم بنضف كده بقى بالفوطه، انا بغسل بميه سخنه، شايفين الدخان ده بغسل بميه سخنه عشان الفوطه تنضف بسرعه يعني اول باول. الليفه دي خلاص بقى راحت يعني خلاص بقى عشان عملت بقى الصاج بتاع الفرن وكده، رميتها في الباسكت وهطلع بقى دلوقتي ليفه جديده. والكنكه دي كده ايه كنت عامله كوبايه قهوه اول ما صحيت من النوم، شربت كوبايه قهوه كده ايه ببسكوتيه شوفان يعني، مش لا انا فطرت اول وبعد ما فطرت شربت كوبايه القهوه دي. فطرت ايه النهارده؟ كنت عامله الصبح كده بانكيك سريع كده يعني، عاملاه بدقيق الشوفان بس حلو وخفيف جدا. ارجع كده المعالق مكانها والسكاكين وكل حاجه مكانها، لان انا ونادين بنتي مثلا لو غسلت معلقه او حاجه تحط كل حاجه مش مكانها. المضرب ده عايز اركبه، قلت بقى ايه ده افضله بقى واقعد اركبه في وقت تاني. خلاص كده وظبطت بتاعه المعالق وحطيتها في جنب وكل حاجه كده زي الفل. مفيش العلبه دي بقى في الاخر هسيبها شويه تبوش واغسلها. حطيت الفوطه عندي في ميه وكلور وخلاص كده خلصت المطبخ، شطبته وخليت الدنيا زي الفل. وهفرش بس هنا السجاده دي قدام السرير بتاعي والدولاب، واجيب بخور بقى كده واولع كده بخور في الاوضه حلوه كده، نصلي بالله ونصلي على النبي وندخل كده الطاقه الايجابيه بالريحه الحلوه والقران وانتوا عارفين طبعا القران والريحه الحلوه دي احلى حاجه في الدنيا. هشغل عودين بخور، واحد في اوضتي وواحد في المطبخ. هتقولي يا نشوى المطبخ بيلقط من ريحه الاكل؟ انا بقى احطه بعيد خالص عن الاكل، مش بيلقط ولا اي حاجه، طول عمري بحط كده. لازم اما اخلص المطبخ اعمل اي بخور، يا بخور سايب على فحمه يا بخور عودان، المهم لازم اشغل بخور كده وقران واحس كده ان الشقه بتلمع. هو ده كده ده الروتين اليومي بتاع كل ست. نخلص بقى ونلف دي المشايه التقيله بقى، دي اتقل واحده فيهم. حطيتها كده قدام بقى المطبخ والحمام عشان تشيل الميه، نشغل بقى قران ونقعد بقى كده مع نفسنا مأنتخين لحد ما نشوف هنتغدى امتى وخلاص. مساءكوا عسل، مساءكوا سكر، مساءكوا هنا. يلا باي باي، واستنوني بكره في فيديو جديد، واضغطوا لايكات كتير كتير للفيديو والله، وانا بحبكم قوي 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 قوي. صباحوا على خير.